السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا مع المحاضرة السادسة من دورة النبري في القرآن الكريم واستقامة الأداء القرآني، التي تقام في الأكاديمية العالمية لاستقامة الأداء القرآني، واليوم هو 20 من مارس والثالث عشر من شهر رجب سنة 1440. لقد انتصف الطريق، يعني نحن الآن في منتصف الطريق، هذه المحاضرة السادسة، ومع ذلك نستطيع أن نقول إننا بإتقاننا لما سيقال في هذه المحاضرة مع ما فات قد أتقن 80% من قواعد الميزان النبري ومن أداء كلمات القرآن الكريم، لأن أكثر الكلمات هي إما على فعل أو فاعل أو فعل أو فعل، فأبشرنا بالخير. قبل أن نبدأ وكما تعودنا دائما نلخص القواعد التي درسناها. نحن درسنا قاعدة ونصف. القاعدة الأولى هي فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة العين ولونها أحمر. متى تأتي فعل بالنبر على حركة الفاء؟ أظن الموضوع أصبح يسيرا وسهلا. متى تأتي؟ أحسنت يا أسماء، تكونت، وأحسنت يا نجلاء، وآخر. إذن تكونت وآخر، والموضع الثالث في كلمتين كما قلنا، إذا كانت أول الكلمة بشرط أن يكون الحرف الثاني لام التوكيد. وتأتي فاعل في بقية المواضع، يعني إذا كانت أول الكلمة أو وسط الكلمة أو شارك حرف معنى في تكوين التتابع أو وجدنا ساكنين. نستطيع أن نلخص مواضع فاعل فنقول، ماذا نقول؟ أحسنت يا فاطمة عشماوي، أول وسط شارك سكونان، ممتازة، جئت لتفصيلي مثل ألف الإدخال. أحسنت يا سهام، أيضا ممتازات ما شاء الله. طيب، ما لأن كنا ممتازات، بعد أن نلخص ما درسناه لفعل بالنبر على حركة الفاء سيكون هناك سؤال وجائزة. بالنسبة لفعل هي صيغة بالنسبة للشكل، لكن تنطق بطريقتين حسب موضع النبري، فعل بالنبر على حركة الفاء وفعل بالنبر على حركة اللام. وكما قلت لكم الأسبوع الفائت ما أشبه الليلة بالبارحة، فموضع فعل هما موضع فعل إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. لنذهب إلى سؤال وجائزة، لكن انتبهن، التي ترفع يدها الآن هي التي أجادت التحليل، لأنها ستطربنا وتسمعنا تحليلا لقوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. من تستطيع؟ التي تعرف التحليل فقط هي التي ترفع يدها. طيب،
تفضلي يا أسماء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا حياك الله يا ومرحبا. شيخ أنا. حياك الله يا شيخ أنا. بسم الله. إن تتابع حركة سكون، حركة سكون تكونت منها الكلمة على صيغة فعلون بالنبر على حركة الهمزة من الكلمة وحركة إيه؟ أي صيغة؟ خلي بالك الخطأ فعلون. الثالث ستقفين. فعلون. نعم. النبر على حركة الهمزة من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون حركة الهمزة باللون الأزرق، ونقول إن فعلون وليست إن فعلون. سنلقي سنل تتبع حركة سكون أول الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة النون من الكلمة وحركة العين من الصيغة، وتلون حركة النون باللون الأحمر، ونقول سنل فعل وليست سنل فعل. نلقي تتابع حركة سكون آخر الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة النون من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون حركة النون باللون الأزرق. وهنا تنازعت صيغة فعل مع فعلون، فنأخذ بالتتابع الأخير لقصد وقوع فعلون فعل. مع أيوة فعل نعم. فعل مع فعلون فنأخذ بالتتابع الأخير لقصد وقوع الخطأ فيه، وتلون حركة النون باللون الأزرق، ونقول باللون الأزرق بعدما كانت باللون الأحمر. أقرأ الصح والخطأ ولا نعم هو كده؟ نعم هذه آخر خطوة. نعم. ونقول نلقي فعل لا لا وليست لا سنلقي وليست سنلقي وليست سنلقي أحسنت. عليك علي تتابع حركة سكون أول الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة اللام من الكلمة وحركة العين من الصيغة، يا أسماء وتلون. أحسنت، نعم. لكن أريد منك أن تنتبهي لتحقيق الحركات، فاعل هكذا، فاعل هكذا، لا تكون عائمة. فعل بالنبر على حركة اللام من الكلمة وحركة العين من الصيغة، وتلون حركة اللام باللون الأحمر، ونقول علي فعل وليست علي فعل. ليك تتابع حركة سكون حركة آخر الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة اللام من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون حركة اللام باللون الأزرق، ونقول ونلون حركة اللام باللون الأزرق، ونقول ليك فعل وليست ليك فعل. وهنا تنازعت صيغة فعل مع فعل فنأخذ بالتتابع الأخير لقصد وقوع الخطأ فيه، وتلون حركة اللام باللون الأزرق بعدما كانت باللون الأحمر، ونقول عليك وليست عليك. تتابع حركة سكون حركة سكون تكونت منها الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة القاف من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون حركة القاف باللون الأزرق، ونقول قولا فعل وليست قولا فعل. ثقيلا ثقي تتابع حركة سكون أول الكلمة على صيغة فاعل بالنبر على حركة القاف من الكلمة وحركة العين من الصيغة، وتلون حركة القاف باللون الأحمر، ونقول ثقي ثقي فعل وليست ثقي فعل. قيلا تتابع حركة سكون حركة سكون آخر الكلمة على صيغة فعل بالنبر على حركة القاف من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون هذا رأس آية، لا تنوني. ثقيلا يبقى آلية هي صح، لكن قولي ثقيلا، أنت كيف ستقفين عليها؟ ثقيلا تبقى حركة سكون لو أخطأت فيها ذهب كل ما فات. ها آخر مرة أقول لك هذه وقفا رأس آية. لحظة واحدة. قيلا تتابع طيب
دي يا هتبقى كان موضوع فعلون بالنبر على اللام. نعم، أنت مصرة؟ آخر كلام؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة لا واحدة. الموضوع واضح، لا أنت ضيعت كل ما تقي فات في الحقيقة يعني. تقي هتبقى النبر، هتبقى حركة حركة أنت حركة انتهيتي، حركة، أنت تكون سكون أيا تخطئين كان موضوع. فقط. يا أسماء أنا وضحت لك وقلت هذه الكلمة ستقفين عليها، كيف ستقفين؟ ثقيلا، حركة حركة، سكون سكون أيا طيب كان موضوع. أنت ممتازة يا أسماء، نختار أخرى تكمل ما دمت يعني غير مركزة. بارك الله فيك يا أسماء. سامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكفيك أن تصحح الخطأ يا سامية، أنا يعني قلت مرة واثنتين ولكنها لم تنتبه للأسف، مع أن المعلومة يعني يسيرة يعني. معلومة يسيرة بس سبحان الله، هو الموقف اللي خلاص بيبعد حظها، عنه. حظها. سبحان الله. نعم. ثقيل، ثقيلة، حركتين احنا هحلل الكلمة، حركتين وساكن تتابع أول الكلمة على صيغة فاعل، بنبع حركة القاف من الكلمة وحركة العين من الصيغة، وتلون حركة القاف باللون الأحمر. ساقي فاعل، وليس الساقي فاعل. قيل، حركة سكون، حركة سكون تتابع آخر الكلمة على صيغة فعل، بنبع حركة القاف من الكلمة وحركة الفاء من الصيغة، وتلون حركة القاف باللون الأزرق. قيل فعل، وليست قيلا فعل. وهنا تنازعت صيغتا فاعل وفعل على نفس الحركة المنبورة، ونأخذ بالتتابع الأخير لكسرة الخطأ فيه، وتلون حركة القاف باللون الأزرق بعد الأحمر. ثقيلة، وليست ثقيلة. طيب نعم، اقرأي معلومة الآية سلطانية. يا تم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، للواو قاو قولا قولا ثقيلا. فتح الله لك، حظك أن تكوني أنت أول نجمة اليوم في اللقاء، انثرنا نجوما لسامية. ممتازة يا سامية، بارك الله فيك ربنا وأحسن. يبارك لك، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. موضوع وأسماء برضو، أسماء برضو ما شاء الله عليها، هي بس فرصة لقطة يعني، سبحان الله. أخرى، هذا فرصة أقول لك وللجميع، طبعا الخروج على المايك نعم له رهبته ولكن في النهاية نحن لا نحاسب بالنيات، نحن نحاسب بما نسمع، وهذا يعني هذا هو دور المعلم والإيه والمتعلم، أنه أجاب عن السؤال يأخذ الدرجة، لم يجب على السؤال إذن حظ آخر في سؤال آخر، هذا هو. جزاك الله خير يا شيخ. أنا يعني إيه أعدت مرة واثنتين وثلاث، حدث أم لا؟ صح؟ نعم شيخ، خلاص نعم. يبقى هذا فرصة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك يا سامي. طيب سنذهب إلى التفريق بين الصيغتين حتى إذا نسيت واحدة فلتتذكر الآن قبل أن ندرس مواضع فعل بالنبر على حركة اللام، وهذه يعني سنختار لها من تقرأها لأنها قرأت في اللقاء السابق. تفضلي يا أم عمار. أم عمار عوض، حياك الله يا أم عمار. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. الله يسلمك. هل حاضر. تقرأ هذه الشريحة بالصواب والخطأ أو بالتأكيد؟ لأنه في بعض الأحيان يكون الصواب، في بعض الأحيان يكون الثاني هو الصواب. تفضل. فعل فعل، ماذا ماذا، فعل فعل، إلا إلا، فعل فعل، مما مما، فعل فعل، ما هي ما هي، لا قفي ما عليها، هي ما هي. نعم قفي عليها نعم يا ساكت. دكتور. ما هي حاضر. ما
ماهي ماهي فعل فعل. أودين لا دي أودين. أودينا أودينا فعل فعل. يا أم اسمي عمار سريع. أنت نعم تنطقين فعل وفعل، يعني إما الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أشياء: حركة سكون حركة، أو حركة سكون حركة سكون، أو حركة سكون حركة سكون سكون. هكذا درسنا صح؟ أيوة يا دكتور. خلاص يبقى قفي بالسكون. أودين أودين، الأولى أودين، الثانية أودين. أودين هذه ال الصواب، ال لكن الأولى نريد أن ننبر على حركة الهمزة فقط. أودين. أودين أودين لا هذه صحيحة، صح. نريد الخطأ فيها، كأنها كلمة واحدة. ماذا ستقولين؟ أودين. أودين فعل أحسن. فعل. طيب يلا ألغى الكلمة. ألغى نعم فعل فعل. ألغى ألغى ممتاز. فعل 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 فعل. ألمس ألمس فعل فعل. الميم اذهب. يا أم نعم عمار نعم بفتح الميم. ألمس. ألمس ألمس فعل فعل. اذهب اذهب. أيوة هات الصيغة بقى في الآخر. فعل فعل. أحسنت يا أم عمار، إتقان أم عمار كالصبح في إشراقه الساطع. أحسنت أما لهذه المتألقة الثانية التي أخذت النوت. مبارك لك. الله يصلح حالك يا دكتور. طيب نذهب إلى فعل بالنبر على حركة اللام. نحن قلنا في اللقاء السابق إن فعل تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو آخر الكلمة، إذا كل المواضع المتبقية هي لإيه؟ لفعل، يعني نجدها أول الكلمة أو وسط الكلمة، أو ما كنا نعبر عنه بشارك سنعبر عنه بشيء آخر، أو وجود إيه؟ ساكنين. هذا ملخص ما سنقوله اليوم. إذا أول موضع إذا كانت أول الكلمة، يعني وجدنا أول الكلمة حركة سكون حركة سكون، يعني مثلا أعمالكم، سنجد أن أول الكلمة حركة الهمزة سكون العين، حركة الميم سكون الألف. إذا أعمى فعل وليست أعمى فعل. وأنتن تعلمن ما معنى أعمى، إذا نبرنا على حركة الهمزة أصبحت من العمى، هي ليست أعمى وإنما أعمى هكذا. إذا أعمالكم وليست أعمالكم. إذا الفرق سيؤدي إلى فساد في المعنى، عندما نقول أعمالكم أصبح أعمى كلمة، ولكم اللام حرف جر، وكم ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، مع أن الأداء المستقيم أعمالكم اللام ليست حرف جر، هي من بنية الكلمة، هي كلمة أعمال جمع عمل، فتحول حرف المبنى إلى حرف إيه؟ معنى. كذلك تحول المضاف إليه، لأن في قاعدة التي تريد أن تفهم بعضا من القواعد، هناك قاعدة في النحو: أي ضمير في الدنيا في نهاية اسم يعرب مضافا إليه، يعرب مضافا إيه؟ إليه. يعني كل الكلمات التي أمامنا الآن الضمير فيها مضاف إليه. إذا على الأداء المستقيم كم مضاف إليه، لكن على الأداء المنحرف أصبح ضميرا مبنيا في محل جر بحرف الجر. يعني الفرق بين المضاف إليه وبين المجرور بحرف الإيه؟ الجر. يعني فرق في المواقع النحوية، فساد في المواقع النحوية. إذا هي أعمالكم وليست أعمالكم. كذلك مثلا كلمة أوزارهم، سنجد أن أول الكلمة حركة سكون حركة سكون، حركة الهمزة سكون الواو، حركة الزاي سكون الإيه؟ الألف. إذا هي أوزا وليست أوزا. أوزا كأنها كلمة واحدة. وأذكركن بما أقول، نحن سبحان الله عندما ننبر هكذا مثلا في كلمة أوزا على حركة الزاي،
فكأننا نرسل رسالة إلى المتلقي ونقول له انتبه، الكلمة لم تنتهي بعد. لكن عندما نقول له أوزة هكذا، فكأن الكلمة انتهت وكأن رهم كلمة أخرى. إذن أوزارهم وليست أوزارهم. كذلك مثلا كلمة أهواءهم، سنجد أن أول الكلمة حركة سكون، حركة سكون، حركة الهمزة سكون الهاء، حركة الواو سكون الألف. إذن هي أهواء وليست أهوى. أهواءهم وليست أهواءهم. وطبعا أنتن تعلمن الفرق، أهوى من الهوى، أهوى من الهوى، لكن دي أهواء التي جاءت في الآية، أهواء جمع هوى. خلاص. كذلك مثلا أسفارنا، سنجد أن أول الكلمة حركة الهمزة سكون السين، حركة الفاء سكون الألف. إذن أسفى فعل وليست أسفى فعل. أسفارنا ليست أسفارنا. انتبهنا أنا أخطئ في أول الكلمة وليس في آخرها، حتى تفعلنا مثلي التي ستخرج على المي. كذلك أبصارهم، سنجد أن أول الكلمة حركة الهمزة سكون الباء، حركة الصاد سكون الألف. إذن أبصى فعل وليست أبصى فعل. أبصارهم وليست أبصارهم. طيب التي ستخرج الآن وتعيد ما قلت، ماذا ستفعل لتأتي بالأداء الخاطئ؟ ماذا ستفعل؟ ستتخيل أنها ستنهي الكلمة عند الساكن الثاني، يعني أعمى، كأنها ستقول أعمى فقط، كأنها ستقول أوزى فقط، كأنها ستقول أهوى فقط، كأنها ستقول أسفى فقط، كأنها ستقول أبصى فقط، وتكمل طبعا. من تستطيع أن تقرأ الكلمات؟ طيب نسمع تقوى، تفضلي يا تقوى. السلام عليكم، حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأم المدربة الرائعة. وبكم وعلمنا وبكم، جزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله وعلمه إن شاء الله. يعني تنادي المدربات بعضهن بعضا ليسمعنا طريقة شرحها ويفرحن بها، بارك الله فيك. جزاكم الله شيخنا، وأنا متفائلة جدا بالأكاديمية، يعني لديها فضل علينا، جو مبارك في البيت، يعني ما شاء الله، رب يحفظكم. يبارك يا رب وفي كل بيت يا رب، تفضل. أمين. بسم الله. أعمالكم أعمى فعل وليست أعمى فعل. أعمالكم وليست أعمالكم. أوزارهم أوزى فعل وليست أوزى فعل. أوزارهم وليست أوزارهم. أهواءهم أهواء فعل وليست أهوى فعل. أهواءهم وليست أهوى وليست أهواءهم. أسفارنا أسفى فعل وليست أسفى فعل. أسفارنا وليست أسفارنا. أبصارهم أبصى فعل وليست أبصى فعل. أبصارهم وليست أبصارهم. ما شاء الله تبارك الله. نحن كنا نقول هذا الشبل من ذاك الأسد، سنقول هذا الأسد أم الشبل، بارك الله فيك يا تقوى. والشمس لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي مقلة العمياء. أنت مثل الشمس في أدائك، رائعة يا تقوى، انثرنا نجوما لتقوى. بارك الله فيك وزادكم الله علما وفضلا. آمين يا رب وفيك، بارك الله. طيب نذهب إلى أمثلة أخرى.
من تستطيع أن تقرأ لنا هذه الأمثلة؟ تفضلي يا أميرة، ربما تكون أميرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. أيمانكم أيما فعل وليست أيما فعل. يا أميرة، لنترك فرصة لأخرى، يكفيك النصف، يعني إيه 4 كلمات. إن شاء الله إن شاء الله. أيمانكم أيما فعل وليست أيما فعل. أيمانكم وليست أيمانكم. علمتنا علم فعل وليست علم فعل. علمتنا وليست علمتنا. تبغونها تبغوا فعل وليست تبغوا فعل. تبغونها وليست تبغونها. والحكمة والحك فعل وليست والحك فعل. والحكمة وليست والحكمة. ما شاء الله تبارك الله. يا عين أميرة، ما طيبت سمعنا ضياء وإشراقا كما سطع الفجر. وتقريبا أنا لا أتذكر، أميرة أول واحدة لا تخطئ نهائيا، تقريبا نسيت يعني التي مرت ماذا فعلت. إذن أنت أميرة يا أميرة، بارك الله فيك، انثرنا نجوما لأميرة. أحسنت. طيب نستمع للنصف الآخر لنجلاء. تفضلي يا نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله شيخنا. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضلي. من أول استمسك. نعم. استمسك استم فعل وليست استم فعل. استمسك وليست استمسك. واستشهدوا واستشهدوا واستش فعل وليست واستش فعل. واستشهدوا وليست واستشهدوا. يذكروا يذك فعل وليست يذك فعل. يذكروا وليست يذكروا. بالمؤمنين بالمفعل وليست بالمفعل. بالمؤمنين وليست بالمؤمنين. لا أعيد الخطأ، وليست أقولها تاني. بالمؤمنين بالمفعل وليست بالمفعل. بالمؤمنين وليست بالمؤمنين. رائعة يا نجلاء، ممتازة ممتازة ممتازة. لو لم تطيبوا لم يقل عديدكم، وكذاك أفراد النجوم قلائل. ونجلاء من هذه القلائل الفريدة التي تستحق أن تكون. بارك الله فيك. أنا إليك. طيب نذهب إلى الموضع الثاني. إذن الموضع الأول إذا كانت أول الكلمة، لكن قبل الموضع الثاني هناك شيء يدل على مدى دقة النبر في القرآن الكريم وفي اللغة العربية كلها، لأنه على فكرة ما أقوله عن القرآن هو ينطبق عن كل أنواع الكلام، عن كل أنواع الإيه؟ الكلام. طيب نحن عندنا فعل وعندنا فعل، صح؟ وأخذنا فعل في اللقاء السابق في آخر الكلمة، وأخذنا الآن فعل في أول الكلمة. طيب انتبهنا إلى هذه الكلمات التي أمامنا. جنات، أول الكلمة جنة فعل، صح؟ طيب وآخر الكلمة نات فعل. إذن النبر هو هو على حركة النون، وسبحان الله العجيب أننا عندما ننطق الكلمة من أولها نأتي بفعل جنة، وعندما نأتي ننطق الكلمة في آخرها نأتي بفعل، فنقول نات جنات هكذا. وهذا يسمى إيه؟ اجتماع، سيكون في آخر المحاضرة إن شاء الله، لأن هنا لا يوجد تنازع. الصيغتان
إحداهما أخت للأخرى، فعل وفعل. كذلك كلمة أعناب، أول الكلمة أعنا يعني الموضع الذي درسناه الآن، طيب آخر الكلمة ناب، إذن أعناب. النبر هو هو على نفس الحركة. الغريب والعجيب أننا ننطق أول الكلمة فعل وآخر الكلمة إيه؟ فعل. نذهب إلى الموضع الثاني لفعل. إذا كان التتابع حركة سكون حركة سكون وسط الكلمة، إذا كان وسط الإيه؟ الكلمة. وهناك دائما يعني في بعض الأحيان الملاحظة التي تدل على وجود ساكنين في بعض الكلمات التي هي من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل، يعني كلمة الضالون هنا هي من إيه؟ من هذا النوع. سنجد بعد الضاد إيه؟ سكون الألف وسكون اللام، سكون الألف وسكون الإيه؟ اللام. لكن هذه كما قلت لكنا كلمات قليلة في القرآن الكريم. إذن إذا كان التتابع وسط الكلمة حركة سكون حركة إيه؟ سكون. كلمة التوابين مثلا، سنجد أن وسط الكلمة توا فعل وليس توا فعل. توا تتكون من إيه؟ من حركة التاء وسكون الواو وحركة الواو الثانية وإيه وسكون الألف. إذن توا وليس التوا، التوابين وليست التوابين. طبعا أنا أقولها لك لا أطلب منكن أن تقولنها، يعني حتى لا تكون صعبة عليكن، مع الكلمة كاملة ننطق الصواب فقط لأنها في وسط الكلمة. مثلا لأيمانكم، سنجد أن وسط الكلمة أيما عبارة عن حركة الهمزة سكون الياء حركة الميم سكون الألف، إذن هي أيما فعل وليست أيما فعل. لأيمانكم وليست لأيمانكم. ما الذي أفعله؟ أتخيل أني سأقف عند ما ثم أصل. كذلك مثلا أرسلناك، سنجد أن وسط الكلمة سلنا فعل وليست سلنا فعل، حركة السين سكون اللام حركة النون سكون الألف، إذن أرسلناك ليست أرسلناك، كأننا قلنا أرسلنا ثم الكاف فقط. كذلك والموقودة، سنجد أن وسط الكلمة موقو حركة الميم سكون الواو حركة القاف سكون الإيه الواو، إذن تنطق موقو فعل وليست موقو فعل. والموقودة وليست والموقوذة. كذلك وأتبعناهم، سنجد أن وسط الكلمة بعنا لأن قبلها وأت وبعدها هم، إذن وسط الكلمة. طيب كيف تنطق؟ تنطق على صيغة فعل بنبر حركة النون من الكلمة واللام من الصيغة، إذن بعنا فعل وليست بعنا فعل. وأتبعناهم وليست وأتبعناهم، هكذا انتبهنا أنا لا أخطئ في آخر الكلمة، يعني لا تخرج واحدة وتريد أن تقول الخطأ فتقول وأتبعناهم، لأنها بذلك نبرت على الإيه على الهاء وليس هذا هو المطلوب الآن. لذلك أقول لكنا يعني إيتينا بالصواب فقط. كذلك والزيتون، سنجد أن وسط الكلمة إيه حركة الزاي سكون الياء حركة التاء سكون الواو، إذن زيتو فعل وليست زيتو فعل. والزيتون ليست والزيتون، إذن لم أخطئ أيضا وأقول والزيتون لأن هذا ليس المطلوب الآن. طيب من تستطيع أن تأتي بالكلمات هكذا تقول التوابين توا فعل وليست توا فعل، التوابين هكذا. بسم الله. طيب تفضلي يا يسرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. أهلا وسهلا. على يا رب أعلى قدرك يا رب. بسم الله.
التوابين. توا فعل وليس التوا فعل. لأيمانكم أيما فعل وليست أيما فعل. أرسلناك كلمة تقيم يا يسرية. نعم في النهاية بعد أن تنتهي أنت ممتازة، بعد أن تنتهي تأتينا بالكلمة مستقيمة، الكلمة كاملة. أرسلناك، أعيد من الأول؟ لا لا أكملي خلاص. حاضر. أرسلناك سلنا فعل وليست سلنا فعل. أرسلناك وليست أرسلناك. والموقودة الموقو فعل وليست موقو. يا يسرية هاتي أرسلناك تاني ولا تأتي بالخطأ في الكلمة كاملة. حاضر. أرسلناك سلنا فعل وليست سلنا فعل. والموقودة موقو. كلمة مستقيمة فقط تقولين أرسلناك كما بدأت. أرسلناك. نعم. والموقودة موقو فعل وليست موقو فعل. والموقودة وأتبعناهم بعنا فعل وليست بعنا فعل. وأتبعناهم. والزيتون زيتو فعل وليست زيتو فعل. والزيتون. ما شاء الله تبارك الله، رائعة رائعة رائعة. إن النجوم إذا بدت أنوارها هي في السماء لمن يسير مشاعله. ويسرية هي مشعل نور في هذه المحاضرة، انثرنا لها نجوما. ممتازة ما شاء الله. يا رب رب زادك ويعلي قدرك يا رب العالمين، وينشر هذا العلم النافع للمسلمين يا رب. آمين يا رب. آمين. يسرية هذه التي قالت إنها يعني قرأت على والدي، صح الشيخ مقبل، صح ولا لا؟ نعم سبحان الله، يعني تقريبا أم خالد هي التي علقت هذا التعليق وقالت، كتبت في مجموعة المدربات تقريبا، يعني أنا لا أتذكر من، وقالت مثل اليسرية والأخرى التي قالت أنا أيضا. سبحان الله، هو تأصيل للنبري لكن من العصر الحديث، تأصيل للنبري كما نأتي بكتب القدماء فنأتي بمثل يسرية أو الأخت الأخرى التي يعني قالت إنها قرأت على الشيخ مقبل، لأن الأداء ينطبق على ما نقوله الآن. والحمد لله بارك الله فيكم. طيب نذهب إلى أمثلة أخرى. من تقرأ هذه الأمثلة؟ طيب نعطي فرصة أخرى لأسماء. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ الكلمات الأربعة الأولى. بسم الله. آتيناهم تينا فعل وليست تينا فعل. آتيناهم بدلناهم دلنا فعل وليست دلنا فعل. بدلناهم متعناهم تعنا فعل وليست تعنا فعل. متعناهم وأطرفناهم رفنا فعل وليست رفنا فعل. وأطرفناهم. أحسنت يا أسماء، ما شاء الله، هي طلعة السعد الأغر فمرحبا، وسنى البراعة قد أضاء فلا خبا. هذه المرة أخبي يا أسماء وجئ بما نريد، انثرنا نجوما له. بارك الله فيك وأحسن إليك. طيب بقية الكلمات التي في الشريحة ننادي لها. أم منير، تفضلي يا أم منير.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. حياكم الله شيخنا، حياكم الله خيرا. يستغيثاني غيثا فعل وليست غيثا فعل. يستغيثاني موقوفون قوفوا فعل وليست قوفوا فعل. موقوفون أهلكناهم لكنا فعل وليست لكنا فعل. أهلكناهم يقولون قولوا فعل وليست قولوا فعل. يقولون. ما شاء الله تبارك الله، رائعة يا أم منين. نور أضاء الكون وانصاعت له شهب وأجرام لحسن أدائي. حسن أداء أم منير، ممتازة. انثرنا نجوما منير، أنت يعني يضعن لك نجمة إلى جوار الإيه الإمارة. بارك الله فيك يا أم منير. جزاكم الله خيرا. آمين وإياك. ما شاء الله، يعني المستويات رائعة رائعة رائعة، والبركة في المدربات ومساعدات المدربات. يعني أنا أدخل بعض الحلقات ما شاء الله أجد يعني إتقاناً ومهارات المعلم الناجح. يعني اليوم لابد أن أذكر هند بالخير، دخلت لها فجاء في نفسي قول القائل واثق الخطوة يمشي ملكاً، فهي واثقة في نفسها وتشرح ما شاء الله عليها، وهذا شيء جميل. يعني سبحان الله، المعلم لا يكفيه العلم فقط، يعني قد يكون هناك عالم لكن ليس لديه مهارات توصيل المعلومة، فمهارة توصيل المعلومة هي أهم من العلم. لذلك أنتن تجدن بعض المعلمين لأولادكم قد يعني يكونون ضعاف في المادة العلمية إلى حد ما، لكن عندهم مهارة توصيل المعلومة، فهذه تعجب التلميذ. فعندما يجمع المعلم بين العلم ومهارة توصيل المعلومة فهذا يعني يكفي لإيصال العلم لمن يفهم ومن لا يفهم. طيب، نذهب إلى الموضع الثالث لفعلٌ. متى نجد فعلٌ؟ إذن فعلٌ نتذكر، متى نجدها في الموضع الأول والثاني؟ من تقول؟ من تقول؟ انتظر. أحسنت يا فاتن ويا خديجة ويا سحر ويا فاطمة ويا ليديا، ما شاء الله ممتازات، بارك الله فيكم. يعني في أول الكلمة ووسط الكلمة. الموضع الثالث إذا وجدنا ساكنين، يعني حركة سكون حركة سكون سكون. في هذه الحالة ننطق الكلمة فعل ولا ننطقها فعل، لأننا كما علمنا فعل مستحيل تأتي معه سكونين، فعل مستحيل، كما أن فعل مستحيل أيضا تأتي مع مع سكونين. هناك تتابع خاص بفعل وتتابع خاص بفعل وتتابع مشترك. التتابع الخاص بفعل حركة سكون حركة، التتابع الخاص بفعل حركة سكون حركة سكون سكون، والتتابع المشترك حركة سكون حركة سكون. كذلك فعل وفعل، هناك تتابع خاص بفعل وتتابع خاص بفعل وتتابع مشترك بينهما. فالحركة حركة سكون هذا مشترك بينهما، حركة حركة خاص بفعل، حركة حركة سكون سكون خاص بفعل. فهنا حركة سكون حركة سكون سكون، أيا كان موضعه، سواء كان حرفا مشددا أو توالى ساكنان أو كان في وسط الكلمة مثل المد اللازم الكلمي. يعني كلمة الصافون عبارة عن عن حركة سكون سكون حركة سكون سكون، لكنها كما قلت لكم كلمات قليلة في القرآن. طيب، مثلا كلمة موزون عبارة عن وقفا
موزون عبارة عن حركة الميم سكون الواو، حركة الزاي سكون الواو سكون النون. إذن موزون فعل وليست موزون فعل. وبالمناسبة أنا كنت أقول هذا الموضع يستحيل أن يخطئ فيه أحد، كنت أقول هذا، لكن المدربات الرائعات قلنا لي يا دكتور هناك من تقع في هذه الأخطاء. فسبحان الله فعلا عندما استمعت ودخلت الحلقات وجدت هذا مرتبطا في بعض الأحيان بالأقطار العربية، يعني الجزائريات يقعن في هذا كثيرا للأسف يعني، لكن إن شاء الله مع التدريب لا يقعن. نحن عندنا الجزائريات ما شاء الله وعلى رأسهن أم البنين، يعني أصبحت تصبح على أهل بيتها بالنبر. إذن موزون فعل وليست موزون فعل. كذلك الأنهار عبارة عن حركة الهمزة سكون النون، حركة الهاء سكون الألف إيه؟ سكون الراء. إذن أنهار فعل وليست أنهار فعل. كذلك المرفود عبارة عن حركة الميم سكون الراء، حركة الفاء سكون الواو سكون إيه؟ الدال. إذن مرفود فعل وليست مرفود فعل. وانتبهن هنا قلنا إيه؟ وجود حركة سكون حركة ساكنين ولم نربطه بشيء، لذلك قد تجدينه مكونا منه الكلمة مثل موزون، وقد تجدينه إيه؟ في آخر الكلمة مثل كلمة إيه؟ المرفود. خلاص؟ طيب كذلك منهن عبارة عن إيه؟ حركة، حركة الميم سكون النون، حركة الهاء سكون النون، سكون النون لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. إذن منهن فعل وليست منهن فعل. كذلك فيهن عبارة عن حركة الفاء سكون الياء، حركة الهاء سكون النون، سكون النون. إذن فيهن فعل وليست فيهن فعل. كذلك كلمة الجب وقفا عبارة عن إيه؟ حركة الهمزة سكون اللام، حركة الجيم سكون الباء، سكون الباء. إذن الجب فعل وليست الجب فعل. من لهذه الشريحة؟ طيب تفضلي يا سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا. موزون موزون فعل وليست موزون فعل. الأنهار أنهار فعل وليست أنهار فعل. المرفود مرفود فعل وليست مرفود فعل. منهن منهن فعل وليست منهن فعل. فيهن فعل وليست فيهن فعل. الجب الجب فعل فعل وليست الجب الجب فعل. ما شاء الله تبارك الله، رائعة 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 يا سحر، وحياك عنا كل نجم وشارق إذا جن ليل أو أضاء صديق. ممتازة يا سحر، انثرنا بارك الله فيك وأحسن إليك. ما شاء الله مستويات تشرح القلب وتوضح مدى جهد المدربات ومساعدات المدربات. طيب ستأتي شريحة الآن نصفها لمتدربة ونصفها الآخر لمتدربة أخرى. تفضلي يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن حياك الله، المايك مفتوح ولا أسمع صوتا.
طيب إذا ننادي أخرى. نادي عثمان، حياك الله يا ندي. حياك الله شيخنا ندي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يسلمك. أنت من الجزائر؟ من السودان. طيب الحمد لله، يبقى لن تأتي بإيه؟ ساهون، ستقولين ساهون صح؟ ساهون. نعم. يلا يا ندي. ساهون فعل وليست ساهون. العكس، ساهون فعل. اليوم فعل هي العروس. ساهون فعل وليست ساهون. فعل ممتازة. يأتوك فعل وليست يأتوك. فعل والإنجيل إنجيل. فعل وليست إنجيل. فعل الميعاد ميعاد. فعل وليست ميعاد. فعل ممتازة، رائعة 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 يا نادية، وأنت على اسم مدربة رائعة أيضا، المدربة نادية. قد يسبق القيل تاليها وإن كثرت منها الفوارط يوم الجري والسلم. وأنت سبقت من إيه؟ من جاء. أحسنت يا نادية، ممتازة ما شاء الله. جزاك الله. نجوما لهذه الرائعة المتألقة. من لبقية الإيه؟ الشرائح. طبعا مساعدات المدربات يريدن أن يشاركن لأنهن أيضا لهن حلقات ويريدن أن يأخذن النجومية فيه. فلننادي أماني، تفضلي يا أماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أماني. وحياكم شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك. آمين وفيك يا رب. هي من أول الميعاد؟ نعم الكلمة التي بعدها. ماشي، أنا لا أتذكر أين وقفت، تقريبا هي قالة الميعاد التي بعدها. الخير. نعم. الخيرات خيرات. فعل وليست خيرات. فعل الخيرات وليست الخيرات. بمبعوثين عوثين. فعل وليست عوثين. فعل بمبعوثين وليست بمبعوثين. الظن فعل. الحق فعل وليست الحق. فعل أنت الظن، لم أسمع الصواب والخطأ، ربما النت فصل أو ضعف عندك، هاتي الظن. الظن فعل وليست الظن. فعل ما شاء الله تبارك الله، رائعة 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 يا أماني. انثرنا نجوما لهذه المتألقة الرائعة، سموت جزء. إلى المجد حتى علوت ولم تجدي في الجو ساعي. بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك الرحمن شيخنا، ربنا يبارك حضرتك رب. ما شاء الله تبارك الله، متدربات رائعات ومساعدات مدربات متألقات ومدربات عبارة عن تاج فوق رؤوس الإيه الجميع، لأنهن يعني الأصل، ولأنهن من زرعنا هذه الثمرة التي نراها في كل محاضرة. يعني أيضا أنا سعيد لأني أدخل بعض الحلقات سواء للمدربات أو مساعدات المدربات، أجد تحليلا ونحن يعني ما زلنا في القاعدة الثانية، وأجد الطالبات يحللن، فهذا إنجاز كبير. وأنا أقول كل مرة ومسؤول عن كلامي، والله هذا لا يجيده علماء الأصوات، ما تقمن به الآن لا يجيده علماء الأصوات، والتي تعرف يعني أستاذا جامعيا يدرس علم الأصوات فلتسأله عن النبر يحدد لها كما هي تحدد، لن يستطيع بفضل الله. فبارك الله في الجميع. نذهب إلى الموضع الرابع
الموضع الرابع لإيه؟ فعلٌ. وهذا الموضع للأسف يقع فيه كثير من الناس في أخطاء، فيجعل الكلمتين كأنهما كلمة واحدة. خلاص؟ تأتي صيغة فعلٌ إذا كان المكون للتتابع حركة سكون حركة سكون أو حركة سكون حركة سكون سكون، كلمتين تقاسمت الصيغة بالتساوي بالعدل، بمعنى أن الكلمة الواحدة تتكون من حركة سكون، وقد تكون الكلمة الثانية حركة سكون سكون. ما تفسير هذا؟ بكل بساطة، نحن أمام كلمتين وليس كلمة واحدة، أمام كلمتين وليس كلمة واحدة، هذا أولا. وفي الحقيقة الكلمة الأولى عليها نبر والثانية عليها نبر، لكن هي تأتي مع صيغة فعلٌ، لأن النبر على الحركة الأخرى أقوى من الحركة الأولى. طيب لماذا قلنا بالتساوي؟ يعني لابد من حركة سكون ثم حركة سكون أو حركة سكون سكون، لماذا؟ لأن هناك كلمات أولها مثلا كلمة فانصب أو وانحر، هنا اشترطنا تقاسم الكلمتين الصيغة بالتساوي لتخرج مثل هاتين الكلمتين، فالفاء والواو حرف معنى قام مقام همزة الوصل. يعني ممكن واحدة تقول كما قالت في المحاضرة السابقة تقريبا أو التي قبلها، هناك من سألت يعني، وأنا قلت سنشرحها في المحاضرة الخاصة بفعلٌ. هنا كلمتان أيضا، الفاء كلمة وانصب كلمة، كلمتان الواو كلمة وانحر كلمة، لكن لم تتقاسما الصيغة بالتساوي، لأن الفاء والواو قامتا مقام همزة الوصل بعد حذفها، فلم يتقاسم الصيغة بالتساوي. يعني الفاء ليست حركة سكون والواو ليست حركة سكون، الحركة سكون فن وون، صح ولا لا؟ إذن هي قامت مقام همزة الوصل، يعني إذا لم توجد فاء كنا سنقول إن، وإذا لم توجد واو سنقول أيضا إن. خلاص؟ إذن لا يؤثران في أداء الكلمة. هنا عبارة عن كلمتين سواء كانت فعلا أو اسما أو حرفا، في النهاية الفعل كلمة والاسم كلمة والحرف كلمة. فمثلا قل من عبارة عن كلمتين، النبر على حركة القاف من قل وعلى حركة الميم من من من، إذن هي قل من فعل وليست قل من فعل. كذلك اللن، إذن عبارة عن حركة الهمزة سكون النون وهي كلمة مستقلة، وحركة اللام سكون النون وهي كلمة مستقلة، إذن اللن وليست اللن. طيب الذي يقول اللن هذا جعلها كلمة واحدة أولا، ثانيا خلط بين وجود الإدغام بغير غنة مع مع حرف مشدد، مع وجود حرف مشدد. خلاص؟ إذن هي اللن فعل وليست اللن فعل. مثلا هل في، هل في أهو هل عبارة عن حرف وفي عبارة عن حرف، إذن لا يوجد شيء اسمه كلمة وحرف. بالنسبة للمثال الأول مثلا قل فعل أمر ومن عبارة عن اسم، عبارة عن عن اسم، إذن هل في فعل وليست هل في فعل. كذلك بل هم، بل هم فعل وليست بل هم فعل. كذلك من نور، من نور هنا عبارة عن حركة، حركة الميم سكون النون كلمة مستقلة، ونور وقفا عبارة عن حركة النون سكون الواو سكون الراء، إذن من نور فعل وليست من نور فعل. كذلك من قبل، سنجد أن من عبارة عن حركة سكون كلمة وقبل كلمة أخرى، إذن من قبل وليست من قبل. كذلك من أجر، هي عبارة عن من حركة سكون وحدها وأجر عبارة عن حركة سكون سكون، إذن هي من أجر وليست من أجر. كذلك من سوء، عبارة عن حركة الميم سكون النون وهي كلمة مستقلة، وكلمة سوء عبارة عن حركة السين سكون الواو الهمزة، إذن من سوء وليست من سوء. طيب نفترض أننا وجدنا
من وحدها، ليست هناك كلمة تتقاسم معها. وجدنا هم وحدها، وجدنا لي وحدها، وجدنا حركة سكون سكون عين أو لوط أو آن أو جان، يعني إيه حركة سكون سكون سكون. في هذه الحالة نقول نصف صيغة فعلٌ، نصف صيغة إيه فعلٌ. خلاص. طيب من تقرأ هذه الكلمات؟ طيب تفضلي يا عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل. قل من فعل. نعم. وليست. قل من فعل. ممتاز. هل في فعل. وليست هل في فعل. أحسنت. بل هم فعل. وليست بل هم فعل. ممتاز. ألن فعل. وليست ألن فعل. ممتاز. من نور فعل. وليست من نور فعل. ممتاز. من أجر فعل. وليست من أجر فعل. ممتاز. من قبل فعل. وليست من قبل فعل. رائع. من سوء فعل. وليست من سوء فعل. ذكاء قريحة وذكاء نطق وأنوار تفوق على الذكاء. رائعة يا عبير، انثرنا نجوما عبير، بارك الله فيك يا عبير، أنت نجمة من النجوم. مبارك في حضرتك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. آمين وإياك يا رب وجميع الحاضرات. طيب نذهب إلى شريحة أخرى ونستمع إلى العمود الأول من إحدى المتدربات. تفضلي يا أمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياك الله شيخنا. حياك الله وبياك. أمن. نعم. عمود واحد شايفي أم اثنين؟ والله لو أردت أن تتركي فرصة لغيرك يبقى عمود واحد، أردت أن تأخذي الأنانية وحشة أترك لهم. طيب يبقى عمود واحد يلا. أمن فعل. وليست أمن فعل. أو ما فعل. وليست أو ما فعل. إذ هم فعل. وليست إذ هم فعل. إنهم فعل. وليست إنهم فعل. قل يا فعل. وليست قل يا فعل. قل إي فعل. وليست قل إي فعل. يا سلام، رائعة رائعة رائعة، وكأنها يعني تعرف هذا منذ زمن كبير، بارك الله فيك يا أمال. في أدائك إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. كل هؤلاء مشهورون بهذه الإيه الصفات، عمر في الشجاعة وإيه وحاتم في الكرم والسماحة. نعم، وأحنف أحنف في الحلم، وكان إياس مشهورا بالإيه بالذكاء، وأنت مثل كل هؤلاء، بارك الله فيك. إحنا نجوم. بارك في علمك. آمين وإياك يا رب وجميع الحاضرات. طيب العمود الثاني نستمع إلى أم رؤى. حياك الله يا أم رؤى. حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، ربنا يبارك فيك، تفضلي.
نعم الشريحة لا تظهر من عندي، الله المستعان. لا تظهر؟ نعم. يعني من بداية المحاضرة أم الآن فقط؟ أنا فقط الله المستعان. نعم من أين أقرأ شيخي الله المستعان؟ عمود الثاني. نعم الآن ظهرت الحمد لله. الحمد طيب. لله تفضل. نعم من ذا فعل وليست من لا فعل إلى رشد يا أم رؤى. نعم على الطريق الصحيح. لماذا حتي ها يلا يا ركزي يا أم رؤى. من ذا فعل وليست من ذا فعل من قد فعل وليست من قد فعل يا ذا فعل وليست يا ذا فعل هب لي فعل وليست هب لي فعل خذ من فعل وليست خذ من فعل ما شاء الله تبارك الله رائعة 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 يا أم رؤى انثرنا نجوما لهذه الممتازة فاتقي أكملها عن لم تؤتها الحكماء. ماذا تقولين؟ بقيت كلمة عن ذي فعل وليست عن ذي فعل. الآن أكملت شيخي جزاكم الله خيرا. هذا ممتازة ممتازة انثرنا نجوما لأم رؤى. الله يبارك فيك شيخنا وفيك بارك الله يا أم رؤى. طيب بالعمود الذي بعده تفضلي يا حظية. نعم يا شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك يا شيخنا. ده بسم الله. من هاد فعل وليست من هاد. يا حظي إن ابدأي بفعل هي الصواب. ابدأ. من هاد فعل إظهار حلقي لا في النون. من هاد فهمتي شيخ إظهار حلقي. من هاد فعل وليست من هاد فعل. صحيح فهمتي صحيح. من واق فعل وليست من واق فعل. ممتاز. من جوع فعل وليست من جوع. أنا لم أسمع العين. طيب من جوع فعل وليست من جوع فعل. نعم. من هذا عهد. من عهد فعل وليست من عهد. قلقل الدال. طيب من عهد نفس التغير. عهد. من عهد فعل وليست من عهد. من هنا النون بعدها عين إظهار حلق. إظهار حلقي إيه. طيب من عهد فعل وليست كلها هد. من كل أمثلة من أعتذر يا شيخنا. لا لا عليك. عهد. يا من عهد. من بسرعة. من عهد فعل وليست من عهد فعل. من شيء فعل وليست من شيء فعل. من طين فعل وليست من طين فعل. ممتازة يا حظية انثرنا نجوما لحظية بارك الله فيك وأحسن إليك ما شاء الله تبارك وحظية نجمة من النجمات. بقي عمود نسمع نهال تفضلي يا نهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبيك، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك والله شيخ. من خوف فعل وليست من خوف، فعل في شك فعل وليست في شك، فعل في شأن فعل وليست في شأن، فعل من علم فعل وليست من علم، فعل ما فيه فعل وليست ما فيه، فعل من وال فعل وليست من وال، فعل. رائعة 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 يا نهال، انثرنا لهذه مساعدة المدربة التي على أعتاب المدربة، ونحن لا نشك في ذلك أبدا، فالاختبار بالنسبة لمثل نهال هو تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. بارك الله فيك يا نهال، وأبدعت فيما أبدعت. بارك الله فيك وأحسن إليك يا رب. طيب نستمع إلى دانا، تعيد لنا العمود الذي قبل الأخير، تفضلي يا دانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله تبارك الله. أنت تعرفين يا دانا؟ نعم. كم عمرك؟ 10 سنوات. ما شاء الله، بأي صف؟ الخامس؟ لا الرابع. ما شاء الله تبارك الله. طيب نستمع منك إلى أي عمود تختارين يعني براحتك يعني، ها يلا. الأخير. طيب تفضل. من هاد. جميل. من هاد فعل وليس لا فعلن. فعلن. لن. فعل من هاد وليس من هاد فعل وليس من فعل. انبر على اللام يا دانا، فعل من هاد فعل من هاد فعل وليس لا. أنت تقولين فعل، قولي فعل. فعل. لا خطأ، من هاد فعل. من هاد فعل. لا فعل. فعل. أيوة وليست. وليست من هاد فعل. أحسنت. من واق فعل وليست. لا خطأ يا دانا، فعل. فعل. نعم. وليست من واق فعل. نعم. من جوع فعل وليست من جوع فعل. نعم. من عهد فعل وليس فعل. يا دانا فعل وليست من فعلن. عهد فعل. نعم. وليست من عهد فعل. هاتي كده. وليست من عهد. وليست من عهد فعل. نعم. من شيء فعل. 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 وليست من شيء فعل. من طين فعل وليست من طين. فعل ليست من طين. فعل. فعل يا دان. فعل. 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 فعل.
فعل. لا فعل. 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 أحسنتي. لننتبه دانا يعني إيه تعلمنا شيئا، وهو ليس الموضوع بعلو الصوت وانخفاضه، يعني هي تحسب أنها لما تعلي فهي كده نبرت على اللام، وهذا خطأ. النبر لا علاقة له بعلو الصوت وانخفاضه. علو الصوت وانخفاض الصوت هو مرتبط بشيء آخر يسمى التنغيم، يعني طريقة أداء الكلام، طريقة أداء الجملة التي تؤدي إلى معنى معينا. فإذا أردنا أن نؤدي جملة ما يعني ونريد أن نوضح معنى معينا، ففي هذه الحالة قد نخفض ونعلي في الايه في الصوت. بارك الله فيك يا دانا واحسن اليك، لكن تدربي جيدا يا دانا. نريد من تقرا هذا العمود جيدا. نستمع الى الرائعه ليديا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، حياكم الله معلماتي واخواتي. عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله وبيك. من هاد فعل وليست من هاد فعل. مواق فعل وليست مواق فعل. من جوع فعل وليست من جوع فعل. من عهد فعل وليست من عهد فعل. من شيء فعل وليست من شيء فعل. من طين فعل وليست من طين فعل. ما شاء الله. تبارك الله وجزاك الله خير أيتها الرائعة. سلام بدر سعد مطلعه، سنسناء قبي يسطع. بارك الله فيكم شيخ ليديا وفيك، بارك الله ما شاء الله. إذا نذهب إلى شريحة أخرى، وهي شريحة الاجتماع التي تحدثنا عنها في بداية المحاضرة. نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن المشاجرة. يعني إيه؟ يعني عن إيه؟ من تقول؟ أيوة أحسنت يا خديجة ويا أمال. عن التنازع، تحدثنا عن التنازع وقلنا إن التنازع يكون بين صيغتين مختلفتين. التنازع يكون بين صيغتين مختلفتين، خلاص. أما الاجتماع يكون بين صيغتين إيه؟ ليستا مختلفتين، وإنما من قاعدة واحدة، وهذا لا يكون إلا مع فعل. فعل وفعل. طيب، هنا الاجتماع يكون أهون من التنازع. لماذا؟ لأن اللون واحد، هو هو، فهي يعني كأنها عملية عقلية منطقية فقط، عملية عقلية منطقية فقط. هل اللون الذي سيوضع، هذا الأزرق الذي سيوضع في كل الاحتمالات، هل هو تابع لأول الكلمة أو وسط الكلمة أم تابع لآخر الكلمة؟ هذه هي القصة فقط. لكن لأن آخر الكلمة دائما معرض للخطأ، فقلنا نأخذ بآخر الكلمة. يعني مثلا كلمة برهانان، سنجد أن وسط الكلمة هانا فعل، وسط الكلمة التي درسناها اليوم. طيب آخر الكلمة وصلا ناني. إذن هانا النبر على حركة النون من الكلمة واللم من الصيغة، وتلون حركة النون باللون الأزرق. طيب عندنا آخر الكلمة ناني. طيب ناني هذه على وزن فعل، إذن ناني فعل وليست ناني فعل. طيب هذا اللون الأزرق لمن؟ لفعل التي جاءت في وسط الكلمة أم لفعل التي جاءت في آخر الكلمة؟ هو لفعل. إذن نقول اجتمعت صيغة فعل وصيغة فعل على نفس الحركة المنبورة، فنأخذ بالتتابع الأخير لكثرة وقوع الأخطاء فيه، ويبقى الحرف الخاص بالحركة المنبورة لونه إيه؟ أزرق.
كما هو، يعني اللون لا يختلف، لكن فقط هذا من باب الفرضيات الذهنية، هذا اللون لأي صيغة؟ للصيغة الثانية. خلاص، مثلا الفوز، الفو فعل أول الكلمة، إذن النبر على حركة الفاء من الكلمة وعلى حركة اللام من الصيغة، وتلون حركة الفاء باللون الأزرق. إذن الفو فعل وليست الفو فعل. فوز، فوز آخر الكلمة، فعل. إذن فوز فعل آخر الكلمة، إذن تلون حركة الفاء باللون الأزرق. طيب، إذن الفاء كانت مع فعل باللون الأزرق لأنها مقابل اللام في فعل، وجاءت هنا مع فعل باللون الأزرق لأنها مقابل الفاء، فماذا نقول؟ نقول اجتمعت صيغتا. لماذا نقول صيغتا؟ لأنها هنا فاعل، فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، ولا نقول صيغتان لأن المثنى إذا أضيف حذفت نونه، وجمع المذكر السالم إذا أضيف حذفت نونه. يعني مثلا حاضري المسجد لم يقل حاضرين، كاشفوا العذاب لم يقل كاشفون لأنه مضاف. فهنا نقول اجتمعت صيغتا فعل وفعل على نفس الحركة المنبورة، فنأخذ بالتتابع الأخير لكثرة وقوع الأخطاء فيه، ويبقى الحرف الخاص بالحركة المنبورة لونه أزرق. واضح، واضح الشرح؟ مفهوم كده؟ واضح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. طيب، نذهب إلى خطوات تحليل الكلمات. يعني كيف نحلل الكلمات؟ بكل بساطة ننطق الكلمة التي سنحللها، ننطق الكلمة كاملة، ونحرص في أدائها على الأداء المستقيم وأحكام التجويد وكل شيء، خلاص؟ والمخارج والصفات وكل شيء. كذلك نطق التتابع موضع التحليل، لأنه في بعض الأحيان تكون الكلمة كاملة داخل صيغة، وأحياناً يكون جزء الكلمة هو الذي يمثل الصيغة، إذن نطق التتابع موضع التحليل. ثالثاً ذكر الحركات والسكنات، ذكر الحركات والسكنات سنمثل لذلك بالتفصيل الآن. وبعد ذلك ذكر الموضع، موضع التتابع، يعني أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، تكونت أو غير ذلك. كذلك ذكر الصيغة الخاصة بهذا التتابع، فعل أم فعلون، فاعل أم فاعل، وهكذا. كذلك تحديد الحركة المنبورة في موضع التتابع والصيغة، يعني مثلا وتلون حركة الميم، خلاص، الميم اللي هي إيه في الكلمة مقابلة مثلا للفاء في الإيه الصيغة. ونذكر اللون باللون إيه، الأزرق، الأحمر، الأخضر كما سندرس. بعد ذلك نقرأ التتابع موضع التحليل بالأداء الصحيح والأداء الإيه الخاطئ. يعني مثلا نقول لهم فاعل وليست لهم فاعل. إذا كان التتابع الأخير في الكلمة وفيه تنازع أو اجتماع كما مر بنا الآن نذكر ذلك. وبعد ذلك الخطوة الأخيرة نقرأ الكلمة كاملة بالأداء الصحيح والأداء الخاطئ، وبذلك يكون قد انتهى التحليل. إذن نريد أن نلخص الإيه، نريد أن نلخص المواضع، المواضع التي درسناها اليوم. ما الذي درسناه اليوم؟ نحن درسنا فعل بالنبر على حركة اللام، وقلنا إن فعل تأتي في أربعة مواضع. من تستطيع أن تلخص لنا هذه المواضع بسهولة وبسرعة؟ تلخصها تلخيصا يعني كلمات. ما شاء الله، كل هذه إجابات رائعة يا أم منير ويا طيبة ويا ريمة ويا خديجة ويا نجلاء ويا ما شاء الله ويا يسرية ويا دانة ويا رشا ويا روان ويا زكية ويا عفراء، ما شاء الله. إذن أول، وسط، أيا كان موضعه تقاسمت، أو
أول وسط ساكنان تقاسمت، أول وسط ساكنان تقاسمت. طيب أعيد التحليل بمثال لمن أرادت مثالا. يعني مثلا كلمة قال، كلمة قال، ننطق الكلمة نقول قال، ثم ننطق التتابع موضع الايه التحليل اللي هو ايه عبارة عن حركة سكون حركة، خلاص. بعد أن نقول قال، ذكر موضع التتابع نقول تكونت منها الكلمة، ذكر الصيغة الخاصة بهذا التتابع على صيغة فعل، تحديد الحركة المنبورة في موضع التتابع والصيغة نقول النبر على حركة القاف من الكلمة وعلى حركة الفاء من الصيغة، بعد ذلك ذكر اللون وتلون حركة القاف باللون الأزرق، ثم نقرأ التتابع موضع التحليل بالأداء الصحيح والخاطئ ونقول قال فعل وليست قالا فعل، ثم نذكر التنازع إذا كان إيه موجودا، ثم نقرأ الكلمة كاملة، هنا طبعا ليس موجود. طيب نعم، إذن المواضع كما لخصت الآن أمامنا، أول ووسط وإيه وساكنين وتقاسمت. إذن ما ملخص قاعدة فعل كاملة؟ فعل هي عبارة عن صيغة واحدة بالنسبة للشكل وصيغتين بالنسبة للنطق، فعل وفعل، فعل تأتي إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة، وفعل تأتي في أول الكلمة ووسط الكلمة ووجود ساكنين وتقاسمت. نذهب إلى الواجب، الحل النموذجي للواجب. طبعا هناك تدريبات المدربات يقومن بها في الحلقات بإذن الله. الحل النموذجي للواجب، هذا هو الحل. نأتي بالجدول، طيب نأتي لواجب هذه المحاضرة. تحديد مواضع قاعدة فعل، إذن يعني سنحدد فعل وفعل وقاعدة فعل، يعني فعل وفعل في سورة إيه صاد، خلاص. الآيات التي أمامنا من الآية 17 إلى الآية الإيه 19، خلاص، من الآية 17 إلى الآية 19. طيب كذلك لون الآيتين التاليتين، لون الآيتين من سورة الشورى، الآية 32 و33. هذا الجدول نذكر فيه التنازع أو الاجتماع، لأننا زدنا اليوم الحديث عن الاجتماع، فنذكر فيه إذا كان هناك تنازع أو اجتماع. قبل أن نذهب للواجب نقرأ عليكن أسماء الأميرة والنجمات. نجمة سؤال وجائزة سمية، أميرة اللقاء أميرة بدر، نجمات اللقاء أم عمار عوض، تقوى الله أم عفراء، نجلاء فتحي، يسرية خليل، أسماء القاضي، أم منير، سحر الحسيني، نادية، أماني خالد، عبير عادل، أمل أم مريم، أم رؤى، حضية عقيلي، نهال دانا. طيب نذهب إلى بالنسبة للواجب، شاركنا في إجابة هذا الواجب عبارة عن 157 متدربة، حصلت على المرتبة الأولى 77 مدربة، والمرتبة الثانية 15 متدربة بإذن الله، المرتبة الثالثة عبارة عن 65 متدربة، بالنسبة للمراتب
سنرى من تقرأ علينا من المدربات الآن. من تقرأ تكتب واحد من المدربات. طيب نستمع إلى المدربة الرائعة نسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور. حيا الله معلماتي وأخواتي. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضلي. نعم. المتميزات في حل الواجب الثاني للدورة الخامسة للنبر واستقامة الأداء القرآني، هذه ما سقطت أسماؤهن في الواجب الثاني. المرتبة الأولى إيمان جلال، أمل أم محمد، سوزان، فاطمة بوك. المرتبة الثانية رندا أبو يونس، والمرتبة الثالثة سهام سعد وعائشة بوسان. المرتبة الأولى في حل الواجب الثاني للدورة الخامسة للنبر واستقامة الأداء القرآني، خلود محمد راضي، نجاة فوزي، الخالة حورية، أم وجدان، شذى الأزهار، سحر الحسيني، أم باسل، حنان أحمد، زينب الحمداني، أميرة بدر، آمال أم مريم، أمل أم ياسر، إيمان أبو سيف، أمنية سعيد فكر، مروة أشرف، منال النصار، أم رفيدة، أم وائل، نعيمة جبر، عائشة بوسام، ناهدة علي، سمر أم أحمد، عبدية، هدية قدورة، فاطمة قحطاني، أم محمد سعيد، أم سلمة، رانيا يوسف، أم عبد الرحمن عادل، ضحى، سهير عبد اللطيف، رجاء مغربي، أم مروة، نعيمة أبو نابي، وسناء عمران، وأم عمار عوض. نرمين بدوي أيضا، نعم. أم شيماء، آمنة محمد خليل، ناصر عبيد، يسرية خليل، الحاجة مديحة علام، نور ساجدة، وسام نجاح، أم ياسين الشيخ، فوز سميرة، أم علي أسامة، أم زياد، دانا العريمي، أم منير، ماما مديحة، أمة الله زبيدة، سلمى حمد، سلمى عبيد، انتصار عبد الله الأكحلي، رضا أبو يونس، زينب محمد الخليفة، عبير أبو النيل، هيام محمد، ميرفت كامل، رفيدة، روان عزاوي، غيداء محمد جمال، خديجة خيري، عزة علي، أم مريم مكة، أم عبد الرحمن أيمن، شيرين شوقي، حصة محمد العواجي، زينب إبراهيم، أمل أم أحمد، وفاطمة عبده، حفصة عبد المجيد، أمنية سعيد فكري، تقوى الله أم عفراء، أفنان الدعجان، إيمان جلال، ومي مكرم، ونور قاروط. المرتبة الثانية في حل الواجب الثالث للدورة الخامسة للنبر واستقامة الأداء القرآني، أسماء القاضي، ميلاف البطاح، أم صلاح الدين، عائشة عثمان، سعيد أحبيق، صحوة، سميرة أحمد الفصول، سامية أحمد شرف، إناس، أم سفيان، هدى عطية البنداري، رقية سعد حسن، ريما صالح، أنعام علي حسن، سعيدة سعاد. أما المرتبة الثالثة في حل الواجب الثالث للدورة الخامسة للنبر واستقامة الأداء القرآني، وصال الونيس، إيمان زهير فلسطين، نادية عثمان، شهد محمد، أم عبد الرحمن ناصر، خديجة اليزغي، برهان علي، المشتاق للجنة، رابعة يحيى معوض، دعاء جمال الناغية، أمل المقطري، أم محمد، بهان ضياء الدين، عبير عدن، أم محمد مكي، سيدة صابر، أم يونس، زهرة محمد، أسماء هشام، مريم علي، راجية عفر الرحيم، صفية حتى، شيخة داود خلف، أسماء أحمد، أم معاذ أحمد، ماما عفت، وهبة سعد، راندا أبو يونس، مهرة العتيبي، رجاء الخير، أملينا، غدا فاروق، أم سلمة بالباش، مريم، فايزة حساني، أم سجى.
أسماء بدر، منى محمد إبراهيم، فاطمة عشماوي، أم روان، أمل محمد، ناهد القاروط، صباح أم حمزة، عبير عادل المنشاوي، أم إلياس، أم زكريا، فاتن مسعد السبع، مرفة الصاوي، زكية سندي، نورة، رباب الشعراوي، نورة عبد المنعم، رضا أحمد، سهام سعد، فاتن مصطفى، أسماء فاروق، نورة عبد الله قنام، غادة الحسيني، أماني علي، أم عبد الرحمن بدر، هناء القط، أم عبد الرحمن خادمة القرآن، أم علاء الصالح، زهراء أحمد، سلمى شلبي، وارتقاء. جزاك الله خيرا أيتها المدربة الرائعة، أسعدتنا بمشاركتك، بارك الله فيك وأحسن إليك. وجزاك الله عنا كل خير، هذا قليل من بحر علمك يا دكتور، جزاك الله عنا كل خير. بارك فيك يا رب. وطبعا مبارك للناجحات الحاصلات على المراتب، وأيضا يعني دائما نعتذر لمن حدث سهو في ذكر اسمها، إلا أنها دائما تعوض في الإيه في المحاضرة التالية بشريحة خاصة لها. فمبارك للناجحات، ونحرص على إجابة الواجب لأن هذا يقوينا، وأيضا إيه هو دليل حضورنا للدورة بإذن الله. إن شاء الله موعدنا في اللقاء القادم مع القاعدة الثالثة من قواعد الميزان النبري، فعل فعل فعل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.